زيزو دلوقتي ليه مستحقات كتيرة جدا. طبقا اللي انا اعرفه ان ممكن لو حد قعد شهرين ما بياخدش فلوس ممكن يطلب فسخ تعاقده. هل يجرؤ احد في الاتحاد المصري لكرة القدم ان هو يوافق على خطوة زي كده؟ ده لو انا بقول مثلا يعني لو زيزو فكر فيها. اقول لك بصراحه، يعني من خلال يعني متابعتي لشخصيه زيزو في اوقات كتيره جدا، اعتقد ان صعب يعملها صعب يعملها. بصراحه. هو مخلص الحقيقه جدا لنادي يعني الزمالك، هنتكلم يعني في راجل الحته ضحى دي، ب 12 مليون دولار السنه يعني اللي فاتت، هنتكلم في انت الحته دي، متخيل؟ يعني الشخصيه بتاعته مش من نوعيه ما يروحش اللعيبه اللي الاتجاه ده. مظبوط. يعني اخره مثلا هيقعد يتكلم مع الاداره المستحقات القديمه، عايز يمشي. دي اعتقد اعلى حاجه يقدر يعملها، لان خد بالك برضو نادي الزمالك اكتشفه، طبعا ليه يعني فضل كبير بكلام جدا بصراحة، جدا يعني عليه يعني نادي بمنتهى الزمالك الامانه، ومحدش كان اكتشفه. عارف زيزو يا جماعه، ومحدش كان دي عارف زيزو قد حقيقة. نادي فهو الزمالك. نجوميته في نادي الزمالك ايا كان بقى حتة احترافية فدي بتاعته، بس حتة ان هو يروح يشتكي دي ما اعتقدش من شخصية زيزو انه يعملها ما حقيقي. يعملهاش. طيب تنصح زيزو بإيه حاليا هو بص، في الموقف الحالي؟ هو واخد وضعه في نادي الزمالك، يعني لو نادي الزمالك في الاستقرار بتاعه المادي والاداره والكلام ده، اعتقد ان هو يعني واخد الوضعيه بتاعته. يعني هو دلوقتي بقى مصنف زي شيكابالا، زي حازم امام، الاسماء اللي هي اللي كانت طبعا طبعا اللي طبعا. موجوده حقيقي بجد، يعني بقى ليه جماهيريه كبيره جدا، زي اسماء كبيره جدا كانت موجوده في نادي الزمالك. بس الظروف اللي موجود محيطه. المحيطه لنادي الزمالك في الفتره الاخيره، اكيد هو برضه بيفكر، لان هو برضه عايز يأمن نفسه ماديا وعايز برضو يظهر اكتر. فطبيعي ان من الضغوط اللي موجوده وعدم الاستقرار ده، طبيعي ان هو يقعد عايز انا بقول يمشي. لك لو زيزو كانت الامور عاديه يقدر نادي الزمالك يتعاقد مع لاعبين، ويقدر النادي الزمالك ان هو باللاعبين الجديده الجداد دول ان هم ينضموا لنادي الزمالك ويقدروا ان هم ينافسوا، كان زيزو مش هيفكر بس ابدا في هو ده اللي الرحيل. بتكلم فيه. انا بقول لك معلومه، يعني زيزو نفسه يكمل في نادي الزمالك، دي جزئيه مهمه جدا، لكن في نفس الوقت هو محتاج حد يساعده في الفريق. هو في لعيبه كويسه، في لعيبه كويسه في نادي الزمالك، بس ما لكن نادي يساعدوش الزمالك على بطولة يا كابتن. محتاج تدعيمات، ده اي فريق بطل كده. فانت دلوقتي ده اللي بيفتقده زيزو من وجهة النظر، انا بقول لك كمعلومة يعني. فتنصح انت زيزو بايه يا كابتن وائل في الوضع الحالي؟ بص، زيزو لو عايز يمشي لازم يقعد مع الإدارة ويتكلم معاهم بشياكة، تمام؟ والأمور زي ما الإدارة تحدد هو يشتغل على هذا الدور. يعني لو فضل في نادي الزمالك يشتغل في نادي الزمالك، لأن هو دلوقتي الأيقونة بتاعت نادي الزمالك، طبعا خلينا طبعا صراحة، طبعا تمام؟ طبعا. طب افرض الأمور خلاص مش مسموح دلوقتي إن هم يسيبوا زيزو، فلازم يشتغل بنفس الأداء، لأن ده برضه هيفيده بعد كده. تتوقع ان هو يشتغل بنفس الاداء بعد رغبته في الرحيل انا وعدم بنصحه، خد تنصحه؟ بالك، يشتغل ولا اوكي. ما يشتغلش. ليه؟ لان انت في الاول وفي الاخر لو زيزو ما بقاش زيزو في السنتين اللي فاضلين له، هيعمل له مشكله، لان العرض اللي جاله دلوقتي مش هو اللي هيجي له بعد كده. طبعا لكن صح. هو لو تفوق على نفسه، لا، ممكن يجي له عرض افضل من كده، لان هو كده كده مسمع. فلما بيبقى في زياده هيسمع اكتر ويمشي بعرض احسن، انت فاهمني؟ بس هو مش هيتعلق لوحده يا كابتن، يعني لا، برضه انا هقول لك على اللعيبه اللي حاجه، حواليه. النقطه دي مهمه جدا، بس عايز اقول لك على حاجه، هو مش هيتعلق لوحده، بس احنا عندنا برضه مشكله. هقول لك حاجه، رغم ان القماشه مش هي القماشه، بس لازم تعرف حاجه، ان هم لما بيلموا نفسهم شويه الامور بتبقى افضل سنه. بدليل يعني البطوله انت العربيه. النهارده، لسه هقول لك، البطوله العربيه، انت النصر اللي خد البطوله العربيه، اللي كسب الهلال، وانت شفت الهلال صح فرقه عامله ازاي، صح، تمام؟ اتعادل معاك بالعافيه، صح، وما كانش فيه فارق خالص، هو بل بالعكس نادي الزمالك قدم مباراه كويسه وهو بنفس القماشه. طب تخيل بقى لو فيه هدوء وفيه استقرار، سواء اداري، مش هكلمك مادي يا سيدي ومفيش كير، سواء اداري، واللعيبه دي لمت نفسها، هتلاقي الامور افضل شويه.